بالخطأ فضيلة. احنا نهار كنقرب العيد الحكومة بغينا نستوردوا رؤوس الأغنام، ماشي لسبب أو لآخر، الهدف كان واحد هو أننا نوفر رؤوس الأغنام الكافية للمواطنات والمواطنين باش يعيدوا بالثمن معقول، هذا هو الهدف، ماشي فقنا وبغينا نعطيو 500 درهم لرأس الغنم الواحد الفلان أو فرتلان. تبين على أن هذه العملية لم تأتي بأكلها وما أعطتش النتائج المرجوة، لأننا لاحظنا جميعا أن الأثمان بقات مرتفعة رغم كل هذه المجهودات. فقررت الحكومة، قررت أنها هذه العملية اللي غادي نديرو دابا، هذا البرنامج ما فيش دعم على رأس الغنم اللي غادي تستورد. حيدنا الرسوم الجمركية والقيمة المضافة في القانون باش نبقاو في الدستورية نتاع هاد الأحكام كيف قالوا مجموعة السادة النواب، وقلنا بأن الحكومة ستتتبع هذا القطيع بشكل مستمر ومسترسل، وفي الوقت اللي